أمير طعيمة علامة من علامات يعني الوسط الغنائي. أمير، إيه رأيك في سوق الكاسيت حاليا؟ رأيي إن في ناس قادرة تقاوم. هو في طبعا أكيد مشاكل كتيرة جدا بتأثر على إن يبقى في إنتاج زي زمان، بس في ناس قادرة تقاوم، فبتقدري تسمعي مجموعة كويسة من المطربين. أنا بتكلم عن الناس طبعا اللي إحنا بنشتغل معاهم يعني، وعاملين هم الناس لازم الناس يبقوا عارفين هم بيعملوا مجهود كبير جدا المطربين دول علشان يقدروا يقدموا أعمال كل سنتين حتى أو كل سنة، لأن يعني بقى في الموضوع حقوق الملكية الفكرية والإنترنت والحاجات دي أكيد بقى ليه تأثير سلبي يعني. بقى يقولوا إن دلوقتي المطرب ما بقاش مكتفي إن هو بيغني بس، لأن الغنى ما بقاش بيقولوا يعني جايب همه زي ما بيقولوا، فبقى اتجه للتمثيل. للتمثيل؟ لا، هو اللي بيتجه للتمثيل بيبقى أصلا عايز يتجه للتمثيل يعني. في ناس مطربين كتيرة ما اتجهوش للتمثيل. هو بقولك في ناس قادرة تقاوم، اللي بيقدر يقاوم ويقدر بشكل أو بآخر يبقى ليه أعمال إنتاجية باستمرار بيبقى الدخل بيجي بقى من الحفلات من اللايف اللي بيعمله، فهي المعادلة اختلفت. بس إيه جديدك يا أمير الفترة الجاية؟ المسرحية إن شاء الله، أنا كل تركيز الوقت في المسرحية عطل فني، إن شاء الله تتعرض في الرياض من 8 ل 12 يناير. سؤال أخير، بتسمع مهرجانات؟ مفيش حد ما بيس يعني بسمعها ان انا اشغلها يعني برغبتي، لا يعني بتكعبل فيها اكيد. عنها امير؟ انا مش ضد ان يبقى في اشكال، انا ما بقاش راضي عنها. الناس هي اللي تحدد. لو في ناس بتحب تسمعها ومبسوطه ده مش لازم يبقى ذوقي افرضه على بقيه الناس. احنا التركيبه المجتمعيه بقت مختلفه شويه. هو انا متفهم يعني، مش فكره راضي، انا متفهم وجودها، واتمنى من الناس اللي بيعملوها كشكل مزيكا، في ناس بتحب ترقص عليه وتسهر عليه وتعمل الحاجات دي، بس ما يبقاش فيه في الكلام حاجات خادشه للحياه يعني، مش مطلوب منهم اكتر من كده بس.